صاحبة 18 رابعاً اليابانية سون أكيرا كانت أفضل رياضية في ثاني أيام بطولة الماسترز للجيدو لحساب آخر جولة البطولة العالمية التي جرت في مدينة كواكزو الصينية. رغبة اليابانية في الحصول على اللقب الأولمبي واللقب العالمي للمرة الثانية جعلها تدخل بقوة وتفوز في منازلتها النهائية التي جمعتها بالكوبيا إيداليس أورتيز. أورتيز هي رياضية تتميز بتقنية عالية، لذلك حاولت تفادي السقوط في فخها والحفاظ على التقدم خلال المنازلة. ولد الرجال الجورجي غورام توشيشفيلي هو من خطف الأضواء في وزن أكثر من 100 كيلوغرام. فبعدما هزم كل من الكيرغستاني كراكوفيتسكي والنمساوي هيجي في الأدوار التصفوية بفضل حركة أوسوتو غاري، واجه في النهائي البرازيلي رافائيل سيلفا صاحب التتويج الأولمبي والعالمي. حركة أوساي كومي كانت كافية لإعلانه بطلا وملكا في فئته. منازلة أقل من 90 كيلوغراما التي نشطها كل من الإسباني نيكولو شيرازاديشفيلي والمجري توث كريستين كانت مثالا كبيرا عن الروح الرياضية بين الرجلين بعدما سادها التنافس والاحترام في نفس الوقت، في حين كانت منصة التتويج من نصيب البطل العالمي. فيما كانت حصة الأسد من الميدالية من نصيب العناصر اليابانية بعد تمكنها من حصد 4 ذهبيات في هذا اليوم الختامي بفضل كل من ساساكي تاكيشي في فئة أقل من 90 كيلوغراما بعد هزيمته لأبيناغوف أسلان من روسيا، ونيزوري ساكي بطلة العالم 3 مرات بعد تحقيق الفوز أمام ألفيا ريوري من كولومبيا في أقل من 90 كيلوغراما، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية للبطلة العالمية سابقا إيميكي مامي في وزن أقل من 78 كيلوغراما على حساب مواطنتها ساتو ريكا. فيما كانت حركة إيراناج هي أجمل حركة من المنازلة التي جمعت بين كل من البطل المحلي يوان والكوري كيم. جمال الحركة جعل القاعة تهتز بالهتافات.